خطط الشابة السورية إثارة دعبول طريقها في مشروع صناعة الزينة والحلوى الرمضانية، والذي يعتبر جزءاً مهماً من تقاليد شهر رمضان الكريم الذي يحتفل به المسلمون في أنحاء العالم. وتحولت الفكرة التي بدأت قبل عامين باسم مشروع أفنان إلى مشروع صغير مربح بعد زيادة الطلب على المنتجات، بل وأصبح يقدم التدريب ويقوم بتشغيل الأرامل ويتبرع بجزء من الأرباح لليتامى المحتاجين. وقالت إثارة وهي صيدلانية أيضاً أنه يتم تدريب النساء على الطهي والحرف اليدوية قبل أن تقوم المبادرة بتوظيفهن. نسبة من أرباحهم رايحة للأيتام، وكل شيء بنشتغله نحن عندنا هون كورسات منعلم أمهات الأيتام، ومنعلم أي حدا حابب يتعلم طبخ، كل شيء هاند ميد، شايفه تطريز خياطة منعلمه، وبعدين بينزل بيجي بيشتغلوا معنا. وتنوعت منتجات وهدايا معرض أفنان ما بين المصاحف والمسابح وحلويات شهر رمضان المبشر بالخير. بلشنا بالمصاحف، هدايا مصاحف، تغليف مصاحف، مسابح، تقومة صلاة وسجادات صلاة وهي الأشياء. بعدين صرنا نوسع بقى أكثر وأكثر كل شيء بيخص رمضان. وقالت زبونة تدعى رؤى وهي تنظر إلى منتجات أفنان المعروضة للبيع في دار للأيتام بدمشق إن المنتجات مبتكرة ومبهجة وأسعارها مناسبة لمختلف فئات المجتمع. كتير حسيت منتجات جديدة وغريبة وما أنا موجودة بالسوق، ولأسعارها ففي أسعار يعني مناسبة، اللي بده رخيص بيلاقي واللي بده أغلى بيلاقي، وبعتقد في يعني أسعار مناسبة للجميع. وتباع المنتجات داخل العاصمة السورية وخارجها بنحو 10,000 إلى 200,000 ليرة سورية، قرابة 4 دولارات إلى 80 دولاراً.